الأول من إبريل من عام 1929 صدرت صحيفة الفلق، وكان ذلك في عهد رئاسة السيد سالم بن كندة للجمعية العربية في زنجبار، وبتشجيع من الشيخ ناصر بن سليمان اللمكي، وترأس تحريرها الشيخ هاشل بن راشد المسكري، ثم خلفه عدد من الشخصيات العمانية. الأول من إبريل من عام 1948 بدأ استخدام الطوابع البريدية البريطانية في السلطنة حتى عام 1966، حيث ظهرت الطوابع العمانية للمرة الأولى. الأول من إبريل من عام 1970 أنشئ أول جهاز للصناعة باسم دائرة الصناعة والثروة السمكية. الأول من إبريل من عام 1972 أسست وحدة في جهاز الشرطة باسم وحدة المطافئ، شكلت النواة الأولى للدفاع المدني في عمان. الأول من إبريل من عام 1975 بدأ البنك المركزي العماني ممارسة صلاحياته واختصاصاته بصورة كاملة، وأصبح الجهة المسؤولة عن إصدار العملة الوطنية، وكان البنك قد أنشئ رسمياً في الأول من ديسمبر من عام 1974. الأول من إبريل من عام 1978 أصبحت السلطنة عضواً في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. الأول من إبريل من عام 1989 أبحرت سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان من ميناء السلطان قابوس قاصدة ميناء روان الفرنسي للمشاركة في احتفالات فرنسا بالعيد المئوي الثاني لقيام الثورة الفرنسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. زارت خلال رحلتها 24 ميناءً في 14 دولة. الأول من إبريل من عام 1996 تأسست شركة النفط العمانية. الأول من إبريل من عام 2001 تولت السلطنة رئاسة رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي من إبريل 2001 إلى إبريل 2003. الأول من إبريل من عام 2006 تم تدشين النظام الإلكتروني لمركز القبول الموحد